تحياتي لكل عم بتابعونا بفقرة التوقعات وتوقعاتنا المقبلة للبنان. حنشوف ظهور للجماعات الإرهابية ببعض المناطق، وكمان حيكون لها أصابع بتخريب وكمان بعمليات إرهابية. وحنشوف كمان المرحلة القريبة خطط جديدة للوضع المالي بلبنان، بالرغم من أنها رح تكون ما بتوفي بالغرض المطلوب أو رح تكون ضعيفة، إلا أنه في تحرك ممكن أنه شوي خلينا عنا أمل لقدام أكثر. وكمان حنشوف انفتاح أمريكي على انفتاح أمريكي إيراني رح يعكس بإيجابياته على لبنان، وكمان هيدا الشيء حنحكي أو حتى حنلاحظه من بعد أو بالشهرين المقبلين. حنشوف هالتحرك أو الانفتاح الأمريكي الإيراني قد ايه رح يعكس بإيجابياته على لبنان، إن كان من ناحية التأليف أو حتى بعض الأمور يلي رح تتبدل بشكل إيجابي ولكن بشكل بطيء جدا. هذه كانت توقعاتنا للفترة المقبلة. تضلكم بألف خير وباي باي.